فرحة اديني جزء من قوتك. هتعمل ايه؟ هتشوفي حالا. حاضر. انقذتنا يا بطل. الضرب بيزيد، تعالوا نستخبى في الكهف لحد ما الدنيا تهدى. الستات تطلع الأول وبعدين الرجالة. واحنا هنساعدكم تطلعوا. اتفضلي الستات الأول. كله وصل، تعالوا بقى نستخبى جوه الكهف. هغيب عنكم دقايق. قدرت الاقيه موز واناناس. هيكفينا كلنا. شكرا يا ابطال على مساعدتكم لينا. اخيرا الطياره اشتغلت والسيستم رجع. الو الو، مين سامعني؟ كلنا سامعينك. الطياره اتصلحت، ابعتوا لي موقعكم عشان اجي اخدكم. الدنيا هاديه على ساحه الحرب بقالها نص ساعه. اتمنى الضرب ما يشتغلش وانت في طريقك لينا. ان شاء الله كله هيبقى تمام. اخبار الحرب ايه؟ حاسه باي حاجه؟ الدنيا هتفضل هاديه شويه. يعني هنلحق نرجع المستشفى المؤقت قبل ما الضرب يشتغل تاني؟ اكيد. حالات المصابين مستقره، نقدر ننقلهم لأقرب مدينة. هنتحرك بعد 5 دقايق. ابني مالك يا؟ بس حضرتك جيتي من القرية لوحدك، أنا فاكر كويس. كنت فاكرة من ضمن المصابين اللي أنقذتهم في الأول، ولما جيت ودورت عليه ما لقيته. هيكون راح فين؟ أنا حاسة بيه، هو خايف ووحيد، هرب من القرية بالليل لما الأكواخ اتضربت وتاه وسط الجبل. اطمني، هنروح ندور عليه ومش هنرجع من غيره. ثم تحرك أبطالنا للبحث عن الطفل سوكو المفقود أثناء الحرب. وبعد ساعتين من البحث وجدوه مختبئ في الجبل. طاروا بالطفل سوكو إلى أن وصلوا للمستشفى المؤقت. كانت جميع وكالات الأنباء العالمية في الانتظار. سوكو كان عنده هدف واحد، عاوز أروح الأمم المتحدة أوصل صوتنا لقادة العالم. ركب المركبة الفضائية مع رامي. هدفنا تحقيق السلام في العالم كله، متهيألي دي رغبتنا كلنا. وهذه كانت النتيجة، عاد أهل القرية لمنازلهم وأخيراً تحقق السلام.